أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية، أنا دينا سالم ونناقش في ملفاتنا الليلة. قمة العشرين تنهي أعمالها في نيودالي، والاتحاد الإفريقي عضو دائم في المجموعة. ولي العهد السعودي يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند وأوروبا والشرق الأوسط. بسبب الزلزال، الاقتصاد المغربي يتكبد خسائر تقدر بنحو 2,700,000,000 دولار. اختتمت اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين في نيودالي، وسط تصريحات من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه لا مجال للحديث عن مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الظروف الراهنة. المزيد نتابعه من خلال موفد القاهرة الإخبارية إلى نيودالي، أحمد بشتو. إليك يا أحمد. أهلا بك دينا وبكل السادة المشاهدين. بالفعل انفض الحدث السنوي العالمي الأبرز سياسيا واقتصاديا بإعلان مبادئ نيودلهي، والتي أكدت على النأي بالنفس عن المشاكل الأمنية والجيوسياسية بين دول العشرين، ربما في ذلك قفز على المشكلة الروسية الأوكرانية والتجاذب مع الغرب، وهم ربما ما خرج بالبيان الختامي سالما في هذه الحالة. أيضا هناك اتفاق ربما كبير على زيادة إنتاج الوقود الأخضر بثلاثة أضعاف حتى عام 2030، هذا ما اتفقت عليه المجموعة. إذن بالإضافة لاتفاقات كثيرة خاصة بزيادة التنمية والنمو والتبادلات التجارية وغيرها، ربما الحدث الأبرز في اليوم الثاني كان هو الاتفاق على الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند ببحر العرب، ثم مرورا إلى الإمارات والسعودية، وصولا إلى الأراضي الأردنية الفلسطينية، ومن ثم إلى القارة الأوروبية. هذا مشروع تنموي ضخم ربما يأتي في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإنفاق ما يصل إلى 300 مليار دولار حتى عام 2027 على تطوير البنية التحتية. هذا الممر سيكون ممرا تجاريا، ناقلا للاتصالات، ناقلا ربما للمواد البترولية وغيرها، وما سيزيد حجم التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي بنحو 40%، ويكون في هذه الحالة بديل عن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت تهدف إلى ربط عدد كبير من دول العالم بطريق تجاري تنموي واحد في إطار هذه المنافسة الكبيرة ما بين الصين والولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة من جانب آخر. ربما هذا المشروع الضخم يأتي في إطار ربما تحالفات جانبية داخل مجموعة العشرين نراها واضحة في خلافات تبدو ما بعد مجموعة العشرين، تجاذبات سياسية جيوسياسية اقتصادية ما بين الصين وحلفائها من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها من جانب، وروسيا وحلفها من جانب ثالث. ربما هذه التجاذبات كان يمكن بالفعل أن تؤدي إلى انهيار مجموعة العشرين بشكل كامل، لكن استطاعت الهند القفز على كل هذه المشاكل. ربما القفز الهندي كان بضم الاتحاد الأفريقي لعضوية مجموعة العشرين بما يملكه الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية واحدة من مقدرات اقتصادية وسكانية كبيرة، حوالي 1,400,000,000 نسمة، حوالي 3,400,000,000 دولار. هذه أرقام كبيرة تضاف إذن إلى مجموعة العشرين، وتعلي بها أيضا
صوت الجنوب، كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته في اليوم الأول والثاني من اجتماعات قمة العشرين، متحدثا ربما بصوت أفريقي شامل عن أهمية التعاون الاقتصادي حل مشاكل جذرية كبيرة تعانيها الدول النامية من مشاكل الفقر، مشاكل الديون، مشاكل ربما عدم الحصول على التكنولوجيات الكافية، عدم الحصول على مشروعات تنموية كبيرة. فبالتالي هناك رغبة أفريقية أن يحدث النمو وتبادل للنمو بوجود الاتحاد الأفريقي داخل مجموعة العشرين. ربما تتغير النظرة، تتغير أحجام التبادلات الاقتصادية والتجارية وغيرها مع القارة الأفريقية. إذن أيضا بانتقال رئاسة مجموعة العشرين إلى البرازيل في العام في نوفمبر المقبل ولمدة عام، سنرى كثيرا ربما من الرؤية البرازيلية لتطوير مجموعة العشرين، ربما كما فعلت الهند في مسار شيربا الذي أنشأته خصيصا لمناقشة كثير من المشاكل والملفات وملفات التعاون بين مجموعة العشرين، استطلعت فيها آراء حوالي 120 دولة، وربما عقدت فيها اجتماعات في أكثر من 200 مدينة في مجموعة العشرين. فبالتالي هناك حالة من الزخم ربما سيجب على البرازيل أن تقوم بها حفاظا على وحدة مجموعة العشرين، وربما تفعيلا أيضا لدور مجموعة العشرين في حل المشاكل الاقتصادية الكبيرة على رأسها الآن مشاكل التضخم، مشاكل النمو العالمي وغيرها من المشاكل، خاصة مشاكل الفقر ومشاكل الديون العالمية التي أصبحت تتفاقم وربما تصل إلى طريق مسدود أو تسبب أزمة مالية عالمية. هكذا حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهكذا أيضا ربما أشار بعض الرؤساء في كلماتهم في يومي الأمس واليوم حول هذه المشكلة بالتحديد. إذن لننتظر رئاسة البرازيل وما تفعله البرازيل في رئاستها في لمجموعة العشرين في الفترة المقبلة. إليك مرة أخرى دينا. شكرا جزيلا لك أحمد. هذا واحتلت القارة الإفريقية اهتماما بارزا خلال القمة السنوية 18 لمجموعة العشرين، وهو ما بدأ بعد الإعلان عن منح الاتحاد الإفريقي العضوية الدائمة بالتكتل. نتابع. هكذا تغير المشهد، ففي ظل تحديات دولية تشهدها الساحة الاقتصادية، يشهد العالم تفاعلات وتطورات واسعة من خلال التحالفات والتجمعات والمنصات الإقليمية والدولية التي تعيد تشكيل نفسها من جديد لمواكبة التطورات الجارية. الهند، أو كما أطلق عليها خلال قمة العشرين المقامة بالعاصمة الهندية نيودلهي بهارات، شهدت خلال الاجتماعات إعلان انضمام الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في المجموعة، بما يمثل إشارة قوية لأفريقيا وانتصاراً دبلوماسياً للهند التي تبدو زعيمة لدول الجنوب. الاتحاد الأفريقي المنضم حديثاً إلى تكتل مجموعة العشرين، والذي يضم في عضويته 55 دولة، سيحصل على نفس وضع الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي يملك عضوية كاملة في مجموعة العشرين، على عكس وضع الاتحاد الأوروبي الحالي الذي يمثل منظمة دولية مدعوة. وعن الاتحاد الأفريقي، فيمثل حجم ناتجه الإجمالي 3 تريليونات دولار في عام 2022، الأمر الذي تعتبره مجموعة العشرين إضافة قوية، لا سيما في ظل ما تزخر به القارة من ثروات تجذب أنظار المتنافسين الإقليميين والدوليين. الخطوة التي أعلنتها مجموعة العشرين جاءت في وقت يعي فيه العالم تماماً أهمية أفريقيا، فبرغم أن مجموعة العشرين لديها إمكانات هائلة وتمثل أكبر الاقتصادات في العالم، وفي ظل ما تشكله بأكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة العالمية،
إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم، إلا أن دولها لا تستطيع كمنتجين أن يعتمدوا على أنفسهم ويحتاجون إلى موارد لتشغيل عجلة الإنتاج، الأمر الذي توفره القارة الأفريقية. وينضم إلينا من باريس علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في أوروبا. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، وكيف قرأت الإعلان عن مشروع الممر، وإلى أي مدى برأيك سيضيف للتجارة العالمية؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. القراءة الأولية لنتائج قمة العشرين في الهند تحمل مؤشرات كثيرة على غموض القرارات التي لا تبدو واضحة حتى الآن. من هذه القرارات التي اتخذت بشكل فضفاض وعام جدا هي مسألة إصلاح الهيكل المالي العالمي. كيف سيكون هذا الإصلاح؟ هل بالاعتماد على الدولار كعمل التبادل التجاري الدولي؟ هل بالاعتماد على صندوق النقد الدولي؟ أم هناك متغيرات كما تطالب روسيا والصين؟ بقي هذا الموضوع غامض. أيضا مناقشة أوضاع التغيير المناخي في العالم الذي يعاني بسبب ذلك من الكوارث الطبيعية، الفيضانات والزلازل وغير ذلك، أيضا بقي بالإطار العام ودون الدخول بتوضيحات وتفسيرات للخطط التي ستؤدي إلى تحسين الوضع المناخي الدولي. النقطتين الإيجابيات اللي كانوا واضحين هن دخول الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة العشرين، ولكن يبقى هناك الحذر من أن يكون هذا الدخول بهدف استنزاف ثروات القارة السمراء التي تزخر بالإمكانيات الطبيعية الواسعة النطاق. أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة، أنه رفعها لثلاث أضعاف خلال فترة السنوات المقبلة حتى عام 2030. إضافة إلى هيك هناك مشروع النقل الكبير الذي يشوبه الكثير من الغموض والكثير، أنا حسب وجهة نظري كصحفي عربي، يشوبه الكثير من يعني الحذر، لأنه يوضح أنه سيمر عبر إسرائيل، وهذا يدفعنا إلى القول لماذا لا يمر عبر الإمارات السعودية إلى مصر أو إلى لبنان أو إلى سوريا؟ لماذا إسرائيل تحديدا؟ ومدى تأثير هذا المشروع إذا ما مد عبر إسرائيل على عائدات قناة السويس المصرية التي تشكل الآن الرابط الحيوي عبر هذه القناة لنقل البواخر من منطقة الهند والصين إلى القارة الأوروبية وغيرها؟ علينا أن نكون حذرين بكل صراحة وبكل وضوح. هل هو لفرض إسرائيل كقوة اقتصادية في المنطقة على حساب الدول العربية كلياتها مجتمعة؟ هذا تساؤلات كثير مطروحة. أما بالنسبة لموضوع أوكرانيا فقد استطاعت الهند أن تتجاوز هذا الموضوع من خلال عنوان عريض هو رفض استخدام القوة، الذي يعني ليس أوكرانيا فقط وإنما في كل دول العالم. حتى ما يجري الآن في القارة السمراء يمكن أن يستخدم هذا لرفض أي تدخل عسكري في النيجر أو البوركينا فاسو أو الجابون أو غيره. وطبعا الهند هنا خففت من حدة الموضوع، ولذلك اعتبرته روسيا يعني نصرا دبلوماسيا كما جاء على لسان سيرجي لافروف. بالعودة إلى مشروع الممر، البعض أيضا يعني يفسر إطلاق هذا المشروع في إطار التسابق والتنافس ما بين الهند وما بين الصين من جهة أخرى. طبعا كلنا نعلم أن الصين تعمل منذ سنوات على ترسيخ مشروعها الحزام والطريق، والذي يستهدف أيضا يعني إحداث اندماج ما بين الدول وتكامل في حركة التجارة. يعني هل لديك نفس الانطباع بأنه هذا صراع من ناحية ما بين القوتين الآسيويتين؟
أنا ما بعتقد أنه في هناك صراع بين الهند والصين على التجارة الدولية، قد يكون هناك تنافس، هذا صحيح، وإنما نستطيع أن نقول أن هناك صراع بين الصين وأمريكا على التجارة الدولية، هذا الصراع واضح المعالم. أما بين الصين والهند وهن دولتان جارتان، فهناك تنافس، والتنافس أمر مشروع. الصين طرحت طريق الحرير قبل عدة سنوات ومشت فيه خطوات. الهند الآن من خلال علاقتها مع الدول الغربية ومحاولة مودي، يعني إنجاح مؤتمر قمة العشرين في نيودلهي، أراد أن يعني يعطي لأمريكا فرص أكثر. ولكن أنا من وجهة نظري كمراقب عربي أعتبر أن هذا المشروع تشوبه الكثير من الغموض، وإذا ما نفذ حسب ما يقال حتى الآن ليس هناك يعني قرار واضح ومحدد المعالم أنه سيمر عبر فلسطين المحتلة، ولكن إذا ما تم فأنا أعتبره كمراقب عربي أنه يوجه طعنة كبيرة بالدرجة الأولى لمصر وللدول العربية ككل. علينا أن نتفادى هذا الشرك الأمريكي يعني تقديم إسرائيل كقوة منافسة لكل الدول العربية. لنتحدث عن مسألة انضمام الاتحاد الإفريقي للمجموعة، حضرتك طرحت تخوف أنه يعني ربما يكون هذا لوسيلة أو طريقة للسيطرة على خيرات إفريقيا، لكن البعض الآخر ربما يرى فيه اعترافا أكثر بقوة الاقتصادات الإفريقية وبأنها أصبحت يعني عامل مهم في المعادلة الاقتصادية عالمية. صحيح، يعني القارة السمراء تتمتع بحضور وبقوة اقتصادية، ولكن علينا أن لا ننسى أن الاقتصاد الأفريقي ما يزال قوة صاعدة لم تستقر حتى الآن، ومن هان يبرز التخوف من خلال عدم استقرار الوضع الاقتصادي في أفريقيا أن تستغل بمشاريع يعني مشاريع بنى تحتية وغيرها لاستنزاف الثروات الطبيعية في القارة السمراء. يعني الدول الأفريقية ليس عندها إمكانيات مالية، طبعاً في بعض الدول الأفريقية عندها، ولكن الغالبية ليس عندها قدرة مالية لشراء الاحتياجات التقنية المتطورة والبنى التحتية وغيره. ممكن هان أن تضع هذه الدول نفسها رهينة للدول الكبرى من خلال عمليات التمويل المباشرة وغير المباشرة، ورهن هذه الاقتصادات الوطنية بعقود من الديون المستقبلية التي تؤثر على حركة النمو وعلى حركة البناء والصناعة في القارة السمراء. أنا أعتقد أن على قادة الدول الأفريقية الاعتماد على بناء الصناعات المحلية، لأن المواد الأولية متوفرة، اليد العاملة رخيصة، عندما يكون هناك إنتاج أفريقي من المصانع الأفريقية ستكون السلع منافسة عالميا في الأسعار والتجارة. إذا اعتمادهم بهذه الطريقة قد يبني وينشئ اقتصاد مستقر للقارة السمراء ينافس الاقتصادات العالمية، إذا ما اعتمدت أيضا على خزينها من الثروات الطبيعية المعروفة جدا جدا للجميع. أستاذ علي، مع انتهاء هذه القمة هل شعرت بأنه غياب الرئيس الروسي والرئيس الصيني عن الحضور بشخصيهما أحدث فارقا سلبيا في مخرجات هذه القمة؟ بعتقد صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني غياب الرئيس بوتين كان متوقعا بسبب الوضع الدولي والتحويل على المحكمة الجنايات الدولية وغيره، ولكن غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ هو كان مفاجأة، وهذا ما أدى إلى إضعاف يعني الحضور أو ثقل التمثيل لروسيا والصين في قمة العشرين، وهذا بالتالي ينعكس أيضا سلبا على كثير من القرارات. لذلك صدرت كثير من القرارات برؤوس يعني أقلام عريضة وعامة وممكن تفسر كما يحلو للكثيرين. علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى اللجان المتخصصة بقمة العشرين
تصدر المقررات بشكل تفصيلي بما يخص القدرة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، كيف سيكون إصلاح الهيكل المالي العالمي، كيف ستكون معالجة التغير المناخي، كيف سيتم تنفيذ مقرر عدم استخدام القوة للاستيلاء على أراضي الغير أو للتوسع الجغرافي. وأيضا لا ننسى أن الرئيس البرازيلي لولا أعلن بعد تسلمه للقمة المقبلة أنه سيدعو الرئيس بوتين للقمة المقبلة، وأن ريو دي جانيرو ستستقبله كأي رئيس، وهي غير معنية بمقررات محكمة الجنايات الدولية. إذن في مجمل من العوامل هناك أدت إلى إضعاف نتائج وتمثيل وحضور قمة العشرين، لذلك أتت غالبية مقرراتها حتى الآن، أنا ما أحكي حتى الآن، هي غامضة ويشوبها الكثير من عدم الوضوح ومن عدم التحديد لكل مسار، وخاصة مسار الهيكل المالي العالمي، مسار التغيير المناخي، مسار الطاقة المتجددة، والمشروع اللي بعتبره كعربي المشروع الخطير بما يسمى النقل الكبير عبر البحر والسكك الحديدية، الذي قد ينعكس سلبا على قناة السويس وعلى الاقتصاد المصري. أرجو أن تبقى معنا أستاذ علي. طبعا نبقى في نفس السياق وبالعودة إلى مشروع الممر الذي أعلن عنه، يعني ما نعرفه حتى الآن أنه سيتضمن سكك حديد وأيضا ربط ما بين بعض الدول، ربط الموانئ، خطوط أنابيب، يدعم الطاقة النظيفة، يوفر فرص عمل، يعني تم تصويره على أنه مشروع يعني إيجابي جدا. نناقش هذا الموضوع أكثر. ينضم إلينا من مومباي الدكتور شعيب خان، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور شعيب. وبداية لدينا بعض التفاصيل عن هذا المشروع، نريد أن نعرف المزيد منكم، وما أهم الأهداف برأيك؟ حسنا، إن هذا الربط كانت مبادرة سابقة في التاريخ، ولكن كانت هناك كثير من الوثائق والمستندات التي تقر بأهمية هذا الربط بناء على تحقيق التبادل الاقتصادي. ولكن خلال قمة مجموعة العشرين وخلال هذه المشروعات والمبادرات، الهند وربطها إلى أوروبا عن طريق الشرق الأوسط له أهمية كبيرة، وهذه تعتبر فكرة نميسة إذا ما تم تفعيلها، لأن هذا الربط يعتبر كالسبيل لتعزيز التبادل التجاري والتعزيز الاقتصادي أيضا، وسوف يغير حياة كثير من المواطنين في تلك المنطقة، وسوف يطرح المزيد من فرص العمل لكافة الدول التي تستفيد من هذا الربط. بالإضافة إلى ذلك، سوف يكون هناك تهدئة وتخفيف من الأعباء في إيصال البضائع والأغذية وكثير من المنتجات الأخرى، وأيضا هناك كثير من الروابط التاريخية التي تتغير الآن. إذا ما نظرنا، أعطيكم مثالين فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي بين باكستان والهند. هناك كثير من الاستثمار لا شك في ذلك، ولكن بعض وجهات النظر المختلفة بين البلدين أيضا وضعت بعض العوائق، ولكن الهند لم تستثمر بالشكل الأمثل في هذا المسار، ولكن لابد أن يكون هناك بيئة سانحة لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري. وأيضا روسيا مع الوضع في الاعتبار أنها تعاني من الكثير من العقبات والعقوبات الدولية التي تمنع وتحيل دين تنفيذ المزيد من التبادل التجاري معها. الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق المصلحة لإحدى الدول، ولكن الهدف الأساسي هو المصلحة المشتركة والعامة. وبالمثل، إذا ما كان هذا الرابط وهذا المسار له فعالية كبيرة، نعم بالطبع منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج سوف تلعب دورا حاسما في الربط بين أوروبا والهند وآسيا بشكل عام، ولكن هناك كثير من المنافع ربما تستفيد الشركات الأمريكية من هذه الربط أيضا، وباكستان
من الجانب الغربي الكثير من الاستفادة للجانب الدول الغرب وأيضا بعض الاستفادة إلى روسيا، ولكن الهند في هذا السياق تظل محايدة، لا يوجد أي تحيز تجاه أي مسار اقتصادي، ولكن هناك حاجة إلى تعزيز هذا الاقتصاد، وهناك تعاون أيضا لتحقيق النفع إلى بعض الدول مثل فلسطين وبعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. هناك مستقبل باهر ينتظر هذا الربط. بالطبع هناك بعض التوترات بين إيران وبعض دول الخليج، ولكن من خلال هذه المبادرات من جانب السعودية وإيران وأيضا بعض الدول الرائدة في منطقة الخليج لتعزيز هذه العلاقات الودية كان لها جزيل الأثر. نعم. من خلال هذه المبادرات، وبالتالي أعتقد وفقا لهذه الآمال والطموحات أعتقد أن هذا الربط، الهند متحمسة ومتأهبة تماما ومستعدة تماما لتنفيذ هذا الربط، ولا شك أنه سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة وعلى كافة المدن والبلاد المشتركة، وإذا وأيضا عند تحقيق النجاح سوف يأخذ هذا المسار وقتا طويلا ولن نحصل على النفع منه على المدى القريب، سوف تكون هناك إحدادات وتنسيقات جديدة وإنشاءات أيضا من المخطط إرساؤها، لابد أن تكون هناك بنية تحتية مواتية لهذا المغزى بالإضافة إلى البنية التحتية الموجودة بالفعل، فبالتالي سوف ننتظر عندما يأتي ذلك الوقت ونرى في المستقبل كافة العوائد الإيجابية التي تحصل عليها الهند والدول المشتركة، وأيضا هناك كثير من الربط والتقارب مع دول الخليج بناء على هذا الربط، وأيضا هناك سياسات مطروحة مستقبلا لتعزيز هذا الربط فيما يتعلق بتحقيق العلاقات متعددة الأطراف مع البقاء على الحياد والتوازن في العلاقات، حتى أن روسيا تحاول شراكة في هذا الرابط، فبالتالي يمكن أن يضع كثير من الأهمية، ولكن يمكن أن نفكر ما موقف الأمريكاني من هذا الرابط من خلال روسيا، لابد من أن نضمن أن كافة الإجراءات إيجابية ومؤثرة لتحقيق هذا الرابط الفعال. طيب دكتور شعيب، سريعا أتوقف عند نقطة ذكرتها أنه الفائدة ستعم أيضا فلسطين، الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت هذه نقطة أثارها ضيفي في البداية أنه من هي أطراف الممر. حتى الآن نعلم أنه الأطراف التي تم الإعلان عنها الولايات المتحدة، الهند، السعودية، الإمارات، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، لكن يعني المرحلة ما بين الإمارات والسعودية حتى تصل إلى الاتحاد الأوروبي لم يعلن كيف سيكون هذا المسار، فيعني طبعا تعلم كل الظروف المحيطة بالمنطقة، الظروف السياسية، فكيف ستعم الاستفادة في هذه المناطق تحديدا؟ كافة الأطراف المشتركة سوف ترى تاريخ العلاقات الناشئة بين هذه الدول، وبالطبع هناك ربط مع فلسطين وإسرائيل، ولكن بمجرد تحسين العلاقات بين البلدين، وإذا كان هناك حالة من العداء ربما تصبح حائلا دون تحقيق هذا الربط، لابد من تعزيز وضمان العلاقات الودية والاستقرار السياسي لتحسين وإرساء هذا الربط، حتى أن هناك كثير من المجالات في الهند لا تتسم بالسلم والأمن، ومثل بعض المناطق في كشمير وبعض المناطق الحدودية هناك الكثير من التوترات التي تقل من حجم الاستثمارات، ولكن فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط لابد من تعزيز الاستقرار السياسي لتحقيق هذا الربط، وبالطبع إذا ما اتخذنا الربط عن طريق الممرات البرية ربما نفكر فيما أي هي الطرق التي يمكن استخدامها، هناك بالطبع بعض البنية التحتية، وهناك نعلم ما يحدث في سوريا من توترات، ولكن حتى الأردن الأمر بخير ولا يوجد أي عوائق، ولكن ربما تكون هناك بعض العقبات في بعض الدول كما هو في الحال في الهند في منطقة كشمير، لابد أن توضع هذه الأمور في الحسبان، هناك أيضا بعض التوترات في تركيا وعدد من الدول المجاورة، وربما تؤثر على الربط بين الهند والشرق الأوسط حتى وصولا إلى بريطانيا، ولكن
ربما تكون هناك حلول متاحة في الأفق. وبالطبع نحن لا نقول أنه سوف يبدأ فورا، ولكن هناك وقت لازم للإعداد الجيد حتى أن الحالات الاقتصادية والقوى الاقتصادية أمرا لابد أن نأخذه موضع الحسبان. ربما هناك الكثير من الأدوات في طاولة المفاوضات، ولكن العقوبات ضد روسيا تؤثر أيضا على هذا الرابط، حيث أن روسيا تتخذ ردود فعلا انتقامية ضد هذه العقوبات، وأيضا تضررت كثيرا القارة الأوروبية بهذه العقوبات المفروضة على روسيا. لابد أن يكون هناك توحيدا في الجهود وآراء مشتركة لتعزيز الهدف الأمثل، وهو تحقيق الربط الجيد من أجل تعزيز التوظيف وفرص العمل. لابد أن نرى كيف يمكن الاستثمار مستقبلا. بالطبع هذه الأطراف فرنسا والإمارات والهند مستعدين لتحقيق هذا الرابط، حتى السعودية أيضا متأهبة لتنفيذ هذا الرابط. هناك الكثير من العملات الإصلاحية في الجبهات الاجتماعية والبنية التحتية في السعودية، فبالتالي هناك استعداد هائل في المنطقة لتعزيز هذا الربط، وهذا هو السبب الرئيسي والداعي الكبير للسير قدما في هذا المسار. نعم. طيب أنتقل الآن إلى ضيفنا من دبي الأستاذ عبد العظيم الأموي الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا بك. ونبقى مع نفس المشروع، مشروع الممر الذي أعلن عنه خلال قمة العشرين، والبعض يفسر أنه هذا المشروع ربما يكون محاولة من قبل الولايات المتحدة، والبعض الآخر يقول الهند، يعني الحصول على حصة أكبر من حركة التجارة العالمية، وأنه ينافس بالتحديد مشروع الحزام والطريق الصيني. هل تتفق مع هذا؟ أول حاجة مساء الخير عليكم. أنا أفتكر أنه يعني هي المنافسة في التجارة أمر يعني وارد الحدوث، وهو التجارة أصلا قائمة على المنافسة. أنا في رأيي أنه يعني هو تعزيز للتبادل التجاري ما بين الشرق والغرب والشرق الأوسط، فلذلك أنا أتوقع أنه هو زيادة، يعني هو يمكن يحفز ويزيد التبادل التجاري بين دول الممر الاقتصادي من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا يعزز من أمن الطاقة والأمن الغذائي. أنا أفتكر هذه هي النقاط الإيجابية. ولكن نعم هنالك منافسة في التجارة العالمية، وأمر يعني نتابعه دائما ما بين التكتلات الاقتصادية والتجارية ما بين الشرق والغرب. طيب أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. للأسف وقتنا انتهى. أشكر ضيوفي كلهم على التواجد معنا، ضيفي من دبي عبد العظيم الأموي الخبير الاقتصادي، وضيفنا من مومباي الدكتور شعيب خان الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من باريس الأستاذ علي مرعبي، وهو أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في أوروبا. نبقى معكم في القاهرة الإخبارية، نواصل المراقبة، وبعد الفاصل ما هي خسائر الاقتصاد المغربي بسبب الزلزال؟ كونوا معنا. أهلا بكم. على ما يبدو سيتكبد الاقتصاد المغربي خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، والذي يعد الأقوى في تاريخ المغرب منذ ما يقرب من قرن. طبعا كما تابعنا الأخبار على مدى الأيام الماضية، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عددا من المناطق المغربية، وتأثرت عدة مدن ربما أكثرها مراكش وأغادير. قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تصل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال إلى 2% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي
للبلاد. لنقف أكثر عند هذا الموضوع وينضم إلينا من الرباط الأستاذ محمد الشرقي الخبير الاقتصادي، وينضم إلينا من الدار البيضاء الدكتور يوسف ينوال الخبير في قطاع التأمين والحماية الاجتماعية. أرحب بكما وطبعا تعازينا لكم وتعازينا في وفاة آلاف الضحايا، أخبار طبعا سيئة جدا، لكن إذا حاولنا أن يعني نحتسب الخسائر الاقتصادية حتى الآن، أستاذ محمد الشرقي أبدأ معك، هذه التقديرات الأولية التي تشير إلى أن الخسائر ربما ستكون بنحو 2% من الناتج المحلي، هل هي أرقام يعني قريبة من الدقة برأيك في هذا الوقت المبكر؟ أولاً أشكركم وأشكر مواساتكم للشعب المغربي، وأقول يعني أنه الآن من الصعب يعني إعطاء أرقام يعني نهائية، يمكن يكون هناك تقديرات. طبعا هناك خسائر ما في ذلك الشك، يعني الزلزال الذي يعني ضرب المغرب يعني يوازي 25 قنبلة نووية، بالتالي يعني علينا أن نتصور أن الخسائر امتدت على مساحة 500 كيلومتر، وهناك آلاف إن لم نقل عشرات الآلاف من المنازل التي دمرت إما كليا أو جزئيا، وبالتالي أصبحت غير صالحة للعيش. فبالتالي يعني هذا مجهود كبير جدا على الدولة أن تقوم به في مجال إعادة الإعمار. وبالأمس لاحظنا أن جلالة الملك رأس اجتماعا مع كبار المسؤولين في الدولة لوضع يعني الخطة العمل، يعني وتشمل طبعا يعني إلى جانب عملية الإنقاذ وعملية يعني ما يسمى اليوم يعني كل العمليات التي تتم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه والمساعدة للأشخاص الذين هم في حاجة في مأوى أو في يعني غير يعني حتى نقول يعني في العراء. وبالتالي بعد يعني كل هذه المحطات سنجد نفسنا أمام يعني إعادة كلفة الزلزال. برأيي 1% قد يكون معقولا، 2% يمكن شويه اكثر يعني ربما يعني صعب الى حد ما، لكن مبدئيا اقول هناك خسائر متوقعه وهناك خسائر نراها حتى، وبالتالي كلفتها ستكون باهظه. نعم. الحمد لله انه في المغرب اليوم تم الاعلان عن يعني حساب بنكي حساب مصرفي لتقديم الدعم للاشخاص الذين سيحتاجوا إليه في وقت لاحق، ثم أنه هناك أشياء تطمن أيضا، وهو أن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومثل صندوق النقد الدولي مثل مجموعة العشرين ومن دول أخرى كبيرة في العالم هي أيضا يعني أعربت عن نيتها تقديم الدعم اللازم في الوقت المطلوب. وبالتالي نرى أنه إذا كانت هناك يعني نخرج إن شاء الله، يعني نتمنى أن نخرج من المحنة، نحن لا زلنا في المرحلة يعني في الساعات والأيام الأولى من المحنة، نتجاوز إن شاء الله يعني هذه المحنة، ستأتي المرحلة المقبلة، وأنا على ثقة أنه ستكون هناك يعني عملية تضامن، وهذا التضامن ربما سيجعل الكلفة أقل منها مما توقعته الإدارة أو المؤسسات الأمريكية. دكتور يوسف، طبعا قطاع التأمين يكون عليه دور كبير في مثل هذه الكوارث، ونعلم أنه الكوارث الطبيعية يعني الأكثر تكلفة ربما لقطاع التأمين كانت بسبب الأعاصير التي شهدتها مثلا الولايات المتحدة في سنوات سابقة، الزلازل الكبيرة في اليابان، التسونامي، وكانت التكاليف بمليارات الدولارات حينما حدثت. يعني ما هو أو ما القيم التي سيتطلب على قطاع التأمين سدادها بسبب الزلزال الأخير في المغرب؟ بداية شكرا على الاستضافة، ولا بد لنا أن نقول إن المصاب جلال، وإننا نقدم التعازي الصادقة لأهالي ولعائلات الضحايا، ونحتسب إن شاء الله أن يكون من الشهداء من الصديقين. المغرب يتوفر على نظام حماية
متطور فيما يتعلق بتدبير الكوارث الطبيعية، وذلك بمقتضى واحد القانون اللي هو قانون 110/14، على أساسه تم تأسيس نظامين من أجل التكفل بكل ما يتعلق بالأضرار البدنية أو المادية المرتبطة بالوقائع الكارثية بما فيها الزلزال. هناك نظام يعتمد على التأمين، بمعنى آخر أنه جميع المغاربة الذين يكتسبون عقودا للتأمين فيما يتعلق بالمركبات، فيما يتعلق بالممتلكات، فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للاستغلال، فهم ملزمين بمقتضى القانون أن يكتسبوا ضمانة من أجل الحماية ضد الآثار المادية المترتبة على الكوارث الطبيعية. كاين نظام ثاني الذي يعتمد على الإعانة والذي يعتمد على المساعدة، وهذا ما يهمنا في هذا الشق، لأن كثيرا من المتضررين لا يتوفرون على عقود للتأمين ولم يستطيعوا أن يكتسبوا هذه الضمانات، وبالتالي فإن الطابع المساعدات والطابع الإعاني سوف يحل إن شاء الله لكي يستطيع أن يخفف. هنا لا أتكلم على التعويض، لأن الحياة عندما تفقد لا يمكننا أن نعوض حياة عندما مات، لكن هذا صرف أو بعض المستحقات وبعض التعويضات من أجل الحد من الآثار المادية عند فقدان الشيء أو عند فقدان الشخص. المشكلة هنا دكتور يوسف، اسمح لي، مقتضى قوة قانون، نعم، اللي هو صندوق تضامن ضد الوقائع الكارثية بمقتضى هذا القانون. نعم، بمقتضى هذا القانون الصندوق سوف يتم صرف مجموعة من التعويضات في كل ما يتعلق بالأضرار البدنية وفي كل ما يتعلق بالأضرار المادية المرتبطة عند فقدان المسكن الرئيسي. اسمح لي دكتور يوسف، المشكلة الكبيرة أيضا فيما يتعلق بالمناطق التي تضررت بالزلزال في المغرب هي أنها تحتوي على تراث عالمي، مناطق تاريخية ومباني لا تعوض. السؤال هو، هل كانت هذه المناطق مؤمنة بشكل ما؟ ولو أن لا يوجد أي حجم من الأموال يمكن أن يعوض التراث عندما يفقد. والمسألة الأخرى هي، مع انتشار الزلازل في مناطق ربما لا تتوقعها، هل تعتقد أن الناس سيكون لديها وعي أكبر للحصول على هذا التأمين في المستقبل؟ أكيد، لأنه عندما أو ما يميز، يعني ما يميزنا نحن كمغاربة أننا نستقرئ الدروس من خلال المحن، لا يمكن لنا أن نجعل من هذه المحن نعم إن شاء الله. للإجابة على السؤال الأول، أي نعم، كثير من المباني في هذه المنطقة التي تتميز بالطابع القروي بالطابع البادية، ولكن هناك بعض المآثر التاريخية التي ترجع إلى الدولة الموحدية، وهذا يحز في قلوبنا نحن المتشبثين بآثارنا، لأننا الشعب المغربي له جغرافية وله تاريخ. للأسف أن مجموعة من المباني لا تتوفر على تأمين فيما يتعلق الحماية ضد هذه الكوارث الطبيعية. هذا الشيء أنا قلت كاين واحد الصندوق من أجل أن يطرف، من أجل أن يعطي على الأقل واحد الأدنى، لأنه كما قلت وكما تفضلت سيدتي الفاضلة أن التعويض لا يمكن أن نتكلم عن التعويض، لأن المآثير التاريخية لا يمكن لها أن تعوض. حتى إن أردنا أن نتكلم بلغة تقنية، بلغة حلمية، بلغة محاسباتية، فإنه يستحيل على هذا الصندوق أن يعوض القيمة الحقيقية لهذه المآثر، بدليل أن القانون وضع فقط واحد الحد لا يمكن أن يتعدى 70% فيما يتعلق بالأضرار البدنية، وهناك واحد سقف في 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 مبلغ التعويض فيما يتعلق بالمسكن اللي للقيمة ديالو في اعتقادي لن ترتقي إلى القيمة الحقيقية. يعني هذه الحادثة أو هذه
الفاجعة أكيد سوف تعطينا دروسا وتعطينا لكل المهتمين ولكل الفاعلين ولكل المسؤولين خصوصا لنساء ورجال التأمين حتى يستطيعوا أن نقوم أو نركز مفهوم دمقرطة التأمين ودمقرطة الولوج وحق الولوج في المنتوجات التأمينية. أنا أتناول هذا المبدأ من سياق آخر لأنه أكيد أن الصندوق له ميزانية. الميزانية في اعتقادي لن تكون كافية بدليل أن السقف مبلغ التعويض لن يصل إلى 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 التعويض الكلي، بمعنى آخر أنه يجب أن نستحضر أمورا أخرى في طريقة حساب هذا التعويض وليس من باب كيف يحتسب يعني التعويض الآن وما ميزانية الصندوق؟ الميزانية الصندوق تتكون من جزئين أساسيين، الجزء الأول يعتبر من مخططات الدولة وذلك طبقا لقانون المالية، المخصص الأول الذي أودع في هذا الصندوق كان في حدود 300 مليون ديال الدرهم. نعم. وكاين واحد المساهمة بنسبة 1% من قسط أو من أقساط التأمين أو فيما يمكن أن نسميه ضريبة شبه مالية. نعم. حددت في 1% وعلى حساب الإحصائيات ديال هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي أننا وصلنا إلى مبلغ في حدود 235 مليون ديال الدرهم. طيب. هذا المبلغ في اعتقادي وفي قراءتي المتواضعة لن يكفي ولن يفي، بمعنى آخر أنه لزاما علينا أن نستحضر أمورا مالية أخرى. وهذا يتوافق مع ما أثاره ضيفنا الأستاذ محمد الشرقي في بداية هذا الحديث. سيدي كنت تشير إلى أن يعني التأثير كبير جدا لهذا الزلزال والخسائر الضخمة، لذلك يجب أن يكون هناك تكاتف من نوع ما. الإتاحات ربما التي ستكون موجودة من قبل المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وأيضا الدول التي أبدت يعني مساندة للمغرب، إلى أي مدى ترى أنها ستكون كافية لتغطية الخسائر المادية؟ أولا يجب الاعتراف أن يعني زلزال ضرب مناطق قروية. طبعا عندما نتحدث عن التأمين أو تأمين المنازل أو المساكن غالبا تكون في المدن وغالبا تكون عند الأشخاص الذين يقترضون من المنظمات المصرفية أو من البنوك، يعني البنوك تلزمهم بأن يكون هناك تأمين على المساكن. في حالة الأشخاص المتضررين، نحن اليوم نتحدث على 300,000، 300,000 يعني من الناس اليوم أصبحوا بدون بلا منازل، يعني هذه الحقيقة. وبالتالي هؤلاء أو أغلبهم المطلق أقول يسكنون في العالم القروي، وبالتالي ليست لهم يعني هناك ليست لهم يعني هذه الإمكانيات التي في المدن، وبالتالي ليس لهم ما يسمى التأمين على المساكن. وبالتالي هنا الدولة ستتدخل، وهذا ما يعني أعطاه البارح جلالة الملك كأوامر أنه سيكون هناك إعادة إعمار، بمعنى إعادة بناء للمساكن، وجزء من هذه يعني الكلفة ستتحملها الدولة، الميزانية العامة للدولة في القوانين المالية، وأيضا الجماعات الترابية أو ما يسمى الجهات. وطبعا يعني هذا سيكون فيه واحد نوع من التضامن، يعني تضامن ما بين الدولة ما بين كما قلنا الجماعات الترابية المحلية وأيضا الشركات. هنا الشركات كما وقع في الحسيمة في زلزال الحسيمة في 2004 تدخلت الشركات، شركات البناء، شركات المواد التي تدخل في يعني إعادة يعني يعني بناء المنازل أو يعني ترميمها. بالتالي هناك يعني تدخل في ما يسمى نسميه اليوم التضامن الوطني. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو الصندوق الذي تفضل به الأستاذ. صحيح هناك صندوق للكوارث الطبيعية، أعتقد أنه كان توقع هناك اتفاق بين المملكة المغربية والصندوق النقد الدولي، لا عفوا البنك الدولي، كان بقيمة 200 مليون دولار. وهذا الصندوق يعني تم إنفاق جزء من 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 من, من, من موارده في كوارث أخرى. عندما مثلا كان هناك فيضان، لا ننسى كانت هناك فيضانات قبل سنوات، تدخل هذا الصندوق ويعني ساعد الأشخاص، خاصة كان
كانوا مزارعين، يعني كانوا ناس مزارعين، وبالتالي جرفت المياه يعني اراضيهم الفلاحيه او الزراعيه وحتى بنايتهم. فبالتالي يمكن للصندوق ان يتدخل هو في مجالات قد يحددها القانون التي يعني يعرفها بانها كوارث طبيعيه. وطبعا الزلزال يعتبر من الكوارث الطبيعيه، فبالتالي يعني هنا ايضا يمكن الاستعانه بالجانب القانوني لتعريف الكوارث واستفاده الناس. الشيء الاخر وهو طبعا كما تفضلتي هو الدعم المنتظر من المنظمات الدوليه كما قلنا صندوق النقد او اساسا البنك الدولي، وايضا بنوك اخرى نتحدث عنها بنوك عربيه او بنوك اوروبيه او افريقيه. وبالتالي يعني قضيه الزلازل انا في رايي هذه كوارث بشريه انسانيه، يعني هي تتجاوز الحدود السياسيه او الحدود الجغرافيه للدول. دائما يكون فيها نوع من التضامن العالمي، وانا اعتقد ان المغرب يعني اليوم يحظى بهذا الدعم وبهذا التضامن، وهذا سمعناه على يعني لسان يعني رؤساء دول بما فيهم رئيس الولايات المتحده الامريكيه السيد بايدن. شكرا جزيلا لوجودكما معي الاستاذ محمد الشرقي الخبير الاقتصادي، والدكتور يوسف ينوال الخبير في قطاع التامين والحمايه الاجتماعيه، وطبعا تعزينا مره اخرى في ضحايا زلزال المغرب، وستظل قلوبنا وصلواتنا مع أشقائنا في المغرب. نهاية المراقب، إلى اللقاء.